ولدنا مين يا حبيبي؟ هذا عمره 50 سنة وانت عمرك 13، توك في المتوسط، كيف صار ولدك؟ كيف؟ كيف؟ فهموني بالله. شوفوا شوفوا الساك كيف نحيفة وطويلة، لو سويتولها كذا تنكسر كأنها خشبة، ومسوي الذبقة لك على رايحة في يوم التأسيس ولابسة شوز أديداس. لا بالله، والشراريب ذي اللي شوية لما توصل لسرتك رافعة لين فوق. شوفوا الشراب كيف طويل. قالك عشان تيجي واحدة تقول اوه كيوت علوم غانمة، كيوت كيوت بس يعلمنا المرجلة، كيوت بس انه رجال في نفس الوقت. يا شيخ حرك، شوفوا 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 من قرب الصورة. طبعا هذه الصور كلها انا ما جمعتها، فانزاتني في تويتر ساعدوني الله يسعدهم حبايب قلبي جيش نيوب. لا لا لا، قال لك مصورها من قريب عشان يقولوا اوه الجزمة فخمة، وانت خارج منها وين الزبارية؟ وين الشرقي؟ وين علوم المرجلة والرجاجيل؟ وينها؟ وينها؟ ليه ما طلعتها؟ ولا بس فالح تراقبني؟ وكمان مو مرة واحدة، لا حلبني وسبايكي يجي يقول أصابعها طويلة أطعن الداعمين اللي فوق. لا يا شيخ، أنا لو شفتك بطعن وجهك، وجهك هذا المربرب لأنسمه لك. أخذوني محتوى، نيف يحسبني خلاص اعتزلت البثوث. لا ما اعتزلت، طراني جالسة على قلبكم. هرجع وربي ما صارت، كل من حضرت جاء خذني محتوى ذا. خير 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 خير، الدنيا فاضة مو عشانكم شخص يقول إلا نيوف ولدنا، إلا نيفو، إلا نيوف. لا بأخذ محتوى، وأنا حلال عادي ياخذني محتوى ويططق ويسوي إنه أوف إلا أو مضحك. ترى أشوف الميشنات وصلتني، فتحت الميشن إلا ألاقي كل الناس ممنشنيني. آخ ليش يسووا كذا؟ ليش يتنمروا علي؟ ليش انا انسانه مسكينه؟ ليش ليش التنمر في هذا الزمن صار عادي؟ المهم يا جماعه، نيف اخذني محتوى وما راح اسامحه، لا راح اسامحه لانه يعني يمون يمون يلا ها يمون، بس ما راح اتخطى انه كنت اني كنت محظوره وما ساعدوني، ما راح اتخطى. يا جماعة لي بان شعري وتبلشونه